أزمة أسطوانة الغاز باتت تخنق السوريين وتحبسهم في طوابير طويلة، مشهد يتكرر منذ أشهر في مراكز توزيع الغاز وفي كل المحافظات، مشهد دفع بارتفاع جنوني في أسعار الغاز الطبيعي وضاعف سعره إلى أكثر من 10 مرات، إذ تجاوز 30 دولارا في السوق السوداء، سعر يشكل عبئا ثقيلا على المواطن الذي يتقاضى حدا أدنى عند 107 دولارات. أزمة الغاز ترافقت مع دعوات صريحة أطلقتها وزارة النفط لاستخدام مادة المازوت بدلا من الغاز الطبيعي كحل بديل مؤقت، ووعدت المواطنين بحل قريب جدا للأزمة. لكن انقاس وزن اسطوانة الغاز المنزلي كيلوغراما واحدا من وزنها النظامي ورفع ثمنها بشكل دوري واستغلال المواطن في السوق السوداء في ظل غياب رقابة فاقمت المعاناة، حيث يؤكد مستهلكون أنهم باتوا يشترون القارورة أكثر من 3 مرات شهريا، فيما أوصدت بعض المطاعم أبوابها أمام الزبائن إلى حين العثور على اسطوانة بسعر معقول. اللافت في أزمة الغاز الأولى التي عاشها السوريون أن الحكومة عزت أسباب مشكلة الغاز الطبيعي لعمليات التخريب التي تجري على خطوط النفط والغاز وصعوبة عملية نقل هذه المادة الحيوية إلى المحافظات، واليوم تلقي السلطات باللوم على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على دمشق واستهدفت قطاع النفط. ويستهلك السوريون نحو 1 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي، يتم إنتاج 400 ألف طن منها محليا ويتم استيراد الكمية المتبقية، وتتجه السلطات السورية إلى تأمين الكمية الآن من إيران والجزائر بعد أن توقف استيرادها من الغرب. نوال عياض، العربية.